بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء العاشر من الفصل السابع لمقرر نظم التشغيل. في الجزء ده يا جماعة هنتكلم عن الثريتس، التهديدات والمخاطر اللي بيقابلها النظام التشغيلي. طيب بنتكلم على تروجان هورس، حصان طروادة. بنتكلم كمان عن تراب دور أو الباب دور أو الباب الخلفي. ستاد أند بافر أوفر فلو، معناها إنك أنت بيعمل البرنامج تطوير لباج أو خطأ ممكن يحصل جوه البرنامج. سبي وير اللي هو برامج التجسس. طيب تروجان هورس يعني ما ايه؟ يعني حصان طرواده يا جماعه. يعني ايه حصان طرواده؟ بيقول انه ممكن يكون كود سيجمنت، يعني يبقى يكون الضرر جاي من كود وبيعمل ميس يوز لايه؟ للبرنامج للايه؟ للنظام عندك، يعني ممكن يستغل النظام عندك استغلال سيء. بمعنى ايه؟ بمعنى ان ممكن واحد يديك مثلا كود ويقول لك الكود ده هي ايه؟ هي ايه؟ هيبقى يظبط لك البرفورمانس بتاع الجهاز مثلا، او يديك برنامج يقول لك البرنامج ده هتستخدمه استخدام امثل للجهاز عندك، وفجاه تلاقي ان الكود دوت بيعمل ستيلينج، بيسرق مثلا الباسورد بتاعتك. دي معناها ايه؟ ها، تروجان هورس. طيب تراب دور او الباب الخلفي، معناها انه ممكن الايه الشخص اللي بيضرك ممكن يدخل لك بطريقه خلفيه. يعني ايه؟ يدخل لك على انه هو واحد انت تعرفه، وفي نفس الوقت ها يبدا يتكلم معاك ويحاورك على انك انت ايه؟ انك انت تعرفه، وان هو موضع ثقه بين ايه بالنسبه لك، ويبدا بقى ايه؟ يبدا بقى ايه؟ يعرف ايه مكونات الجهاز عندك، ويبدا ايه؟ ممكن يعمل ستيلنج برضه الباسورد. اذا دخل لك بطريقه غير مباشره على انه ايه؟ واحد انت تعرفه. طيب الستاك اند بافر اوفر فلو يا جماعه، ايه اللي بيحصل؟ ايه المخاطر دي؟ ايه يعني ايه ستاك اند بافر اوفر فلو؟ معناه ان الشخص اللي بيضر بيعمل برنامج، البرنامج ده بيعمل فيه بج، يعني ممكن يعمل خطأ، بحيث انك انت لما تيجي تستخدم البرنامج بتاعه ممكن يعمل ايه؟ اخطاء في البرامج ايه بتاعتك، وما بيخليش الايه ها البرامج عندك تستغل استخدام او تستخدم استخدام جيد. لا، ده بيعمل ها ايوه بيخلي مثلا الميموري تحس انها دايما مليانه، ما بيقدرش يخلي الميموري تؤدي واجبها. بيحس مثلا ان السي بي يو ممكن السي بي يو ما تقدرش تقوم بمهمتها معاه، نتيجه ان هو عمل برنامج والبرنامج دوت فيه بيخلي يشوف الايه اداء الايه الميموري واداء السي بي يو على انه فيه خطا، فيه اوفر فلو. جميل. طيب السبي وير اللي هي برامج التجسس، والبرامج ديت بتعمل ايه؟ بتدخل بقى تشوف بقى ايه ايه بتعمل تقرير ريبورتس عن كل ما انت بتعمله على الجهاز عندك، واي اكتيفيتي او اي نشاط او اي نشاط بيتم عندك على الجهاز. جميل. طيب في سيستم ثريتس، عايزين نفرق هنا ما بين 3 حاجات، ما بين كلمه وورم وفيروس ودينيال اوبسيرفرز. وورم معناها ايه؟ الدوده. يعني ايه دوده؟ بيقول لك هو برنامج ضار لكن بيعمل كوبي لنفسه في النظام. يعني تخيل كده النظام شايفه كذا نسخه، يعني يدخل على الميموري يتكاثر ويكبر ويعمل كوبي لنفسه لغايه ما مثلا ما يملى الميموري كلها، ففعلا فالميموري ما تقدرش تعمل اي شيء، ما تقدرش تعمل اي حاجه. طب والفيروس؟ الفيروس بيقولوا ان هو كود لكن كود مضر، يدخل يعني يدخل عندك على الجهاز يضرك ويعمل اذى، لكن ما بيعملش كوبي لنفسه زي ما احنا اتفقنا في الورم. طب دينيال اوف سيرفيس، نكران الخدمه، يعني ايه؟ بيخلي عندك الجهاز ما يعملش اي شيء مفيد، بريفنتنج ات فروم دوينج اني يوسفول ورك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.